هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة عامة. عم سوري لانه تأخرت عليكم بهذا الشهر. هالقراءة رح تتحدث عن برج القوس، رح احكي فيها عن الاحوال العاطفية لإلك وللشريك، وكذلك رح تتحدث عن الاحوال العامة، رح تتحدث كذلك حتى عن العزاب، رح نشوف شو بخبئ لهم هذا الشهر. وهذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي امكانية انه تكون قراءة عكسية، وخاصة اذا تكلمنا عن الوضع العاطفي. بالنسبة لك يا برج القوس، عم شوفك كأنه عندك آمال لتحقيق هدف أسمى، ممكن كأنه عندك مثلا هدف أنه تسافر، أنه تجول العالم، عندك هيدا الحلم. عم شوفك كأنه صار لك خسارة أو صار لك خيبة أمل، كأنه عم تحس أنه هذا الحلم شيء شوي صعب أنه تحققه، اوكي؟ او في شيء او في شخص او في شيء يحول بينك وبين تحقيق احلامك. عامة برج القوس شخص بحب الحرية، بحب السفر، بحب الاكتشاف، فهيك انا عم شوفك، بحسك انه انت بدك تكتشف شيء معين، وعم شوف في شيء يقف امام هذا الحلم، او ممكن بدك انه تبدا مشروع، تبدا شغل، تبدا شيء. يعني ده انا عم شوفك شيء تريده بشده، تبحث عليه، وعم شوفك حتى انه عم تدعي الله لتحقيق هذا الحلم. عم شوفه بالنسبه للشريك، عم شوفه عم يفكر فيك، هذا الانسان بحبك، ممكن انتم مبتعدين عن بعض لانه عم شوف في طاقة الابتعاد. عم شوفكم وعم شوف للشريك، خاصة الشريك عم شوفه عم يفكر فيك، عم يفكر بهذا الحب وبهذه طاقة الحب التي كانت بيناتكم، وعم شوفه كذلك على انه هذا الانسان ممكن قال كلام شوي جارح بالنسبة لإلك، او ممكن كان في شخص كان في نوع من الكبر اكثر بهذه القراءة، او تكبر عليك، ممكن كان عم يتعامل معك بشكل غير طيب يا برج القوس. عم شوفه كذلك هذا الانسان يفتقد السعادة من دونك، اوكي؟ هذا الانسان انه سعيد ابدا، لانه عم يحس انه حياته ليست سعيدة لانه لا يعيش او لا يكون معك. بالنسبة لك عم شوفك مدمر القلب، عم شوفك كأنه تتجه اكثر الى المضي قدما بحياتك وبمستقبلك بأشيائك الحياتية، وتبتعد عن هذا الإنسان. عم شوفك كذلك ممكن تريد أو تتمنى دائما، ممكن عم تعمل أو ممكن عم دائما عم تراقب تليفونك، هل اتصل فيك، هل بعت لك مسج، بتسأل عنه، ممكن عم تراقبه لهذا الشخص، بس عم شوفه ممكن منزوي وما عم يعمل ولا خطوة. بالنسبة لإله الأمر ممكن للبعض منكم سبب الخلاف كان ممكن الشك والغيرة، وللبعض منكم كذلك كان في مثلا الشريك طلب منكم علاقة جسدية وانتم رفضتوا هذا الأمر. عم شوف كذلك على انه ممكن للبعض يكون هذا الإنسان حسيتوه شوي نوعا ما صبياني، يعني معاملته معكم كانت صبيانية، ما كان بنفس المقام اللي انتو كنتو حاطينه. عم شوف كذلك على انه كل واحد قاعد ببيته، قاعد يهتم باموره الخاصة. عم شوفكم مبتعدين عن بعض، بس عم شوفه هو يريد الرجعة، او يريد بداية جديدة يسعى فيها الى الاستقرار اكثر. عم شوفك يا برج القوس اكثر عم تهتم لعائلتك، لاهتمامك بشكلك اكثر، عم تهتم لعملك وأهدافك، كأنه أهدافك صارت هي الأولوية بحياتك. بالنسبة كذلك لنيتك، عم شوفك كأنه تريد أن يذوق هذا الإنسان نفس الذي ذقته بعد ما هجرك، أوكي؟ أما هو فعم شوفه يريد أن تتصلح الأمور ويرجع هذا الإنسان لحياته، لحياتك، أوكي؟
بس عم شوف هو هذا الإنسان ما قادر ياخذ خطوة، أوكي، ما عامل، مو قادر ياخذ خطوة تجاه الإصلاح. أنا عم شوفه يظهر إنه محتفظ بمشاعره، محتفظ بالأشياء التي تخصه ولا يبوح بها لأحد. ممكن ما رح يعمل خطوة بشهر يونيو إذا أنتم مبتعدين عن بعض، بس عم شوفه أكثر رح يفكر فيك، رح يضل يراقبك من بعيد. هيدي الطاقة اللي أنا عم شوفها يتجه إليها، أوكي؟ عم شوف كذلك حتى إنه الوضع المستقبلي رح يضل فيه هذا النوع من الكبر أكثر أو الابتعاد عن بعض. عم شوفه عم يعمل بلوك، وأنت كذلك عامل بلوك، ما عم تحكي مع هذا الإنسان. عم شوفكم شوي هيك في نوع من الكبر بالعلاقة. ممكن تتعامل أنت يا برج القوس مع برج السرطان أو تتعامل مع برج الأسد. عم شوف كذلك الأبراج الترابية والهوائية بامتياز، الهوائية عم تظهر بامتياز. عم شوف كذلك ممكن تتعامل أنت مع برج الثور. كمان هون عم شوفها كنصيحة على أنه بيقول لك اعمل يعني كتير مجهود عشان تنجح هذه العلاقة، لأنه بيقول لك أعظم الحب وأجمل الحب يتطلب خطوات مشان تنجحوا، اوكي؟ عشان بقول لك انه يعني ما تفكر انه العلاقة حتى لو كان فيها حب رح تنجح، لازم تعملوا مجهود يعني انتوا الاثنين عشان تطوروا هذه العلاقة اذا كنتوا تريدون الرجعة واصلاح الامور. عم شوف كذلك على انه في عزيمة، هذا الانسان عنده رغبة ملحة انه يكون معك، انه يكون بجنبك، بس ممكن ما عم يعمل خطوة. لهيك بقول لك انه احلامك، او هيدي مسج اكثر للشريك، انه الاحلام تحتاج لشيء فعلي. يعني ما رح مثلا تضل انه تفكر بهذا الانسان وتقول ليش ما عم يحكي معي، لازم تعمل خطوة لارجع هذا الانسان. كمان هيدا الكارت ممكن انا ممكن احكي فيه على انه اذا عندك احلام يا برج القوس، فمجرد التفكير بالاحلام لن يصنع او رح يجعلها حقيقية، لازم انت تعمل شيء فعلي عشان تتحقق هذه الاحلام، اوكي؟ بالنسبة للعزاب عم شوف انه عم شوف هون اكثر ممكن عم شوفهم يتواصلون على الانترنت او عندهم عدة علاقات. عم شوفهم كأنه صار عندهم عدم رغبة بالعلاقات، كأنه عم يشوفوا انه العلاقة كل الكل عم يتسلى فنتسلى كمان احنا. عم شوفهم رغبتهم بالحرية صارت اكبر. عم شوفهم يلتجئون إلى الحرية بصفة كبرى. عم شوفهم ممكن كان عندهم رغبة إنه يكون في زواج، بس الأمور دائما كانت عم تمشي بشكل عكسي. حتى صار عندهم، حتى هن صاروا يعني شوي هيك لعوبين، مثل العالم اللي صار هلأ كله يتلاعب بالآخر. بالنسبة للطاقة العامة عم شوف على انه اوكي، عم شوفك اكثر تهتم ل عم تذكر عم تتذكر الذكريات اكثر. عم شوفك تهتم اكثر بالذكريات والطاقة تبع الماضي. عم شوفك تريد اشياء، ممكن عندك رغبة انه تجني مال، بس ممكن يائس جدا او ما عندك طاقة وعندك باور انه يعني تعمل مجهود بهذا الموضوع. عم شوف يعني يدوب عم تركز او يدوب عم توازن بين امورك الحياتية. عم شوف انه عندك طاقة كتير كبيرة او عندك اتجاه كبير تجاه علاقات الحب،
عم شوفك كأنه بتضل تفكر بهذا الإنسان، بتضل تفكر هل بعت المسج، هل تكلم معي، هل يريد يعني، وتسأل هذه الأسئلة. ممكن البعض ممكن بيتفرجوا دائما أو عم يشاهدوا دائما الفيديوهات تبع التاروت، ودائما يتساءلوا هل هذا الإنسان يحكي معي أم لا، بس ما عم شوفي خطوة تجاه تحقيق أحلامك المادية ولا تحقيق أحلامك العاطفية. أوكي، عم شوفك حائر تجاه أحلامك، خاصة إذا كان عندك يعني رغبة بتحقيق مشروع مادي، فأنا عم شوفك عم تتخبط بالأمر، عم شوف الأمر غير ناجح، بدك إنه كأنه تحصل معجزة لتغيير الأمر. أوكي، بقول لك إذا عندك مثلا مشروع، أوكي إذا عندك مشروع أصحاب برج القوس وهذا المشروع منه ناجح، فحاول إنه تعمل له إشهارات على الانترنت، اوكي، على السوشيال ميديا، على الانستغرام، على الفيسبوك، اي شيء ممكن يعمل لك اشهار لهذا المشروع. كمان عم بقول لك انه حاول انه تنتبه من اشخاص ممكن على الانترنت، ممكن يكونوا اشخاص خادعين، اشخاص متلاعبين، ممكن هذه الناس تتلاعب، او ممكن هذه الناس تريد سرقة مالك أو عمل شيء غير جيد بالنسبة لبرج القوس. اهتم أكثر بالأعمال والنجاح المادي يا برج القوس. حاول إذا أنت ما عم تشوف أنه الوضع العملي بالجيد، فاستشير شخص جيد جدا، لأنه عم شوف كأنه إذا أنت مثلا استشرت شخص خبير بموضوع العمل والعلاقات، ممكن يوجهك بشكل جيد نحو النجاح. أوكي، بالنسبة لإلي عم شوف أنه طاقتك الحالية كتير عم تحس أنه الطاقة جيدة، أو أنت يعني في تفاهم متبادل مع الشريك، انت عم تحس باحاسيس جيده مع هذا الانسان، وكذلك هو عم يشعر بذات المشاعر. عم شوف في تفاهم، في الفه، في اخذ وعطاء، يعني انت والشريك على وفاق بالوقت الحالي، عم تشعروا بطاقه ايجابيه وطاقه كلها فرح. عم يشعر كذلك هذا الانسان انه هو انسان كثير يشعر بمشاعر تجاهك حلوه، طاقه حلوه، بحب كبير، بحسك على انه انت خلص الانسان اللي عم يحبه، الانسان اللي عم يرتاح معه. عم شوف في كثير طاقه جميله بالنسبه لكم انت والشريك. ممكن وارد جدا انه هذه العلاقه صار لها مده طويله انتم مع بعض، لانه عم شوفك انت بالضبط كانه شلت كثير اعباء بهذه العلاقة، وكأنه هذه العلاقة طريقة صار طويل جدا ما عم تشوف النهاية. أو إذا كنتوا بعلاقة جديدة، يعني أنت متلهف إنه يصير زواج، يصير شيء فعلي، يعني مللت أنت من العلاقات اللي عم تنتهي بكل سرعة، بدك علاقة دائمة ويكون يعني نتيجتها بسرعة، ما بدك انه تدخل بعلاقة تصير فيها سنة وسنتين وثلاث سنوات وبالاخير ما تنتج عنها شيء. اوكي، بالنسبة لك هذا الاساس مهم جدا. اما هو عم شوفه عنده كتير امور ملخبطة حياته، عم شوف ممكن حياته العملية مش ميسرة، ممكن كتير امور مش ميسرة بالنسبة له، العمل ممكن يكون الطريق بحياته مظلم، ما عم يشوف طريقه بالواضح، عم يشوف في اشياء، في كتير عثرات بحياته، في كتير امور عم تعرقله بحياته، ما عم تخليه اصلا يوصل للاشياء اللي بده اياها. اوكي، في كتير امور عم تعرقل علاقتكم، مع انه في حب، في جمال، في عشق، في كتير اشياء، في احاسيس جميلة عم تشعروا فيها، بس في كتير من الأمور عم تعرقل علاقتكم. عم شوفها لأنه أنت بدك توصل لنتيجة العلاقة بسرعة، بدك توصل أنه تكمل هذه العلاقة ويصير فيها زواج، أنه تصيروا مو مستخبيين، يعني ما تصيروا بعلاقة حب فقط، بدك شيء يظهر للعلن،
في شيء يعني الناس كله بتعرفكم انه مع بعض. اوكي عم شوف على انه عم شوف ان هذا الانسان الامر الذي يؤرقه بهذا الحياه هو العمل. بالنسبه له العمل جدا مهم عشان تصير العلاقه فيها نجاح كتير كبير. اوكي ما عم يشوف على انه ما فيه يعني يتحمل اسره او عائله اذا ما كان العمل بالنسبه له ميسر. عم شوف الأمر الذي يعيقه بالحياة هو العمل. كتير عم شوفه عم يشتغل، عم شوفه كتير عم يجتهد، بس ممكن عندكم عراقيل تتعلق بهذا الأمور. عم شوف على أنه كذلك هذا الإنسان يشعر بمشاعر كتير جياشة تجاهك، حبك هذا الإنسان، يريد أن يكمل حياته معك، بس في كتير عراقيل تحول بينكم أو بتخليكم ما عم تتطوروا بالعلاقة. عم شوف كذلك على أنه كما يظهر يعني في كتير من الأشياء عم تخليكم ما عم تتطوروا. ليش بقى العراقيل الحياتية العامة يعني عم تخليكم ما تتطور؟ أوكي بيقول لك الورق أنه كل شيء رح يأتي بوقته. أنت ممكن متسرع بالوقت الحالي، بدك تحصل على نتائج كتير سريعة، بدك مثلا انه يعني يصير زواج، انه الامور تتيسر بسرعة، بس بقول لك انه الوقت هو يعني كل شيء رح يأتي بوقته، ما تقلق ابدا. اوكي هون بقول لك انه هيدا الوقت لتعطي مش لتحصد. لازم توقف مع هذا الانسان بالوقت الحالي، لازم يعني تكون صبور جدا، يعني ما تتوقع بالوقت الحالي انه يكون في ريزولت او في نتائج كتير كبيره بهذا الوقت. كمان هون بقول لك